أهلا بيكم مرة تانية مشاهدينا، وأولى حواراتنا لهذا الصباح وهيكون موضوعها عن المشروع القومي للتدريب من أجل التوظيف. يعني زي ما نوهنا في المقدمة أنه الدولة طبعا بتحاول تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مختلفة من خلال مشروعات قومية كبرى وأيضا رعاية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما إلى ذلك. ولكن المهم في تنفيذ كل هذه المشروعات والعمل في كل هذه الفرص من العمل هو أن تكون لدى الشباب المهارات اللازمة لسوق العمل بشكل عام، وده اللي بتعمل عليه الآن وزارة القوى العاملة من خلال هذا المشروع القومي للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع أربع جهات، وهي اتفاقية بتوقعها وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بالتعاون مع عدد من الجهات ومنها منظمات المجتمع المدني. خلونا نناقش أهمية هذا المشروع و كيف يعمل على تأهيل الشباب لفرص عمل مناسبة لهم من خلال هذا الحوار. وضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الآن دكتور أسامة قناوي، خبير التدريب واستشاري التطوير المؤسسي. دكتور أسامة صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك وتمنياتي ليكي والمشاهدين بيوم جميل إن شاء الله. صباح الخير. يعني دكتور أسامة، لو نتكلم في البداية عن هذه الاتفاقية وهذا المشروع اللي بتطلقه وزارة القوى العاملة، المشروع القومي للتدريب من أجل التوظيف بالتعاون مع عدد من الجهات منها منظمات المجتمع المدني، حضرتك شايف المشروع ده ازاي؟ الحقيقه انا شايف انه خطوه يعني ايجابيه جدا وخطوه طال انتظارها في الفتره الزمنيه السابقه. تعالى نتفق مع بعض ومع المشاهد الكريم ان الحل السحري النهارده الموجود عندنا هو اعاده توظيف الشباب عن طريق مهاراتهم شكلها ايه وسوق العمل شكله ايه، خاصه ان الفتره دي هي فتره بتشهد تخريج عدد كبير جدا من الناس من الجامعات، دخلوا الجامعات في فترات سابقة من 10 12 15 سنة كان بدون دراسة جيدة لسوق العمل، كانت بدون إجراء استطلاعات رأي مثلا سوق العمل محتاج إيه، الشاب محتاج إيه، كان التدريب كان عبارة عن تدريب يعني تلقائي كده أو تدريب بدون دراسة، حتى تدريب من أجل التدريب فقط، ما كانش فيه توظيف جيد للمخرجات التدريب داخل العمل الإداري. فالنهاردة كان لازم يكون العمل ماشي في اتجاهين، الاتجاه الأول إعادة تنظيم سوق العمل عن طريق التحكم في اختيار الكليات والمعاهد والتعليم اللي يقدر يخرج لي كوادر تقدر تشتغل في المستقبل، ومعالجة المشكلة الحالية ألا وهي أن عندي عدد كبير جدا من الشباب وعندهم كم كبير جدا من المهارات محتاج أن أنا أعيد توظيفهم مرة تانية. هو الفكرة للشباب لأنك أنت حضرتك عندك 65% من تعداد مصر حاليا هم من الشباب، فانت بتتكلمي على دولة شابة. صحيح. شابة لمدة 10 12 15 20 سنة. وبالتالي لما تيجي تقري رؤية مصر 2030 اللي هيحركها ويدعمها ويخلي ليها رونق كبير جدا محليا واقليميا وعالميا هم الشباب، وبالتالي التدريب يجب ان هو يوجه تماما الى الشباب. دي اول حاجة شدتني في الاتفاقية. الحاجة الثانية هي من كلمة من اجل، من اجل يعني اصبح التدريب النهاردة له هدف، ولم يصبح التدريب عبارة عن مجموعة من ميزانيات لازم أصرفها عشان أقول آخر السنة والله أنا خدت مليون جنيه صرفتهم على 20 برنامج تدريبي. الله أعلم بقى البرنامج ده لما الشاب أو البنت أو الولد خدوه رجع العمل عمل إيه. رقم ثلاثة الهدف كان شكله إيه؟ كان هدفه التوظيف. كلمة التوظيف معناها باخد الشاب أو الولد أو البنت اللي عندهم كم من المهارات واشوفوا على كم من الاحتياجات. يعني اصبح النهارده في جسر عبر هذه الاتفاقيه ما بين المهاره وبين الاحتياج، ما بين المهاره وما بين احتياج الدوله لخطط التنميه لغايه 2030. طيب الفئه المستهدفه من هذا التدريب يعني هل هم الخريجين ولا الطلبه اللي لسه بيدرسوا، يعني وازاي يتم الربط بينهم وبين سوق العمل؟ الاتفاقيه هنا بتقول لحضرتك ان الشباب الخريجين، بس انا عايز اتكلم النهارده خارج الاتفاقيه شويه، عايز اتكلم النهارده على مفهوم التدريب بالنسبه للشاب. النهارده لما الشاب يتخرج هو غالبا دخل كليه نتيجه حاجه من ثلاثه. رقم واحد باللغه المصريه البسيطه كده استخصار للمجموع. يعني انا جايب والله 99% وانا ميولي مثلا فنون جميله.
بس فنون جميله وانا جايب 99%. طب ما هو الطب كده يعني بيزغل العنايه شويه، هندسه بتزغل العنايه شويه، فيبقى استقصر المجموع وادخل كليه الطب مفهوم والهندسه كليات القمه عندنا بالظبط، وبالتالي اخره حتى في الاخر معايا شهاده ولكن مش قادر امارس العمل بشكل صح، او مغرم ان انا ادخل لان انا جايب 80 او حاجه، وبالتالي دخلت كليه فانا هاخد الشهاده وخلاص، او ان انا متسرب من التعليم الجامعي، ودي كلمه غريبه شويه، يعني استنفذت مرات الرسوب في احدى الكليات وبالتالي بروح بقى المعهد خاص موجود يحمل شهاده معتمده او غير معتمده وبقى. التلاته دول بيخرجوا لي فجاه داخل سوق العمل. انا بقى في سوق العمل بعمل ايه؟ ما بفضلش افرق بين ده وده، بقول لك والله هاتي لي الواحد اللي عنده مهاره معينه. طب اعرف بقى المهارات دي ازاي؟ الاتفاقيه او القوى العامله يجب انها تنظر بعين الاعتبار على ما يسمى معايير قياس المهاره. يعني ازاي احط الخريج ده على ميزان واقدر بالميزان ده اجيب مثلا معاييره او مهاراته شكلها ايه؟ بغض النظر عن اللي درسه خالص. الدراسه تعتبر دراسه اكاديميه وليس دراسه تطبيقيه، لان احنا بنتكلم على هو جزء منها هيفيدني في العمل. انا عايز برضو يعني احييكي على اللفته الجميله دي، وعايز اتفق معاكي على ثلاث حروف جمال قوي نلعب بيهم مع المشاهد الكريم. ثلاث حروف بيسموها قاف ميم ميم، قمم، أو بيسموها ساعات بالإنجليزي ASK، A وS وK. إيه بقى قمم دي يا فندم؟ الشاب الخريج عنده رقم واحد مهارة حرف الميم، رقم اتنين معرفة، رقم تلاتة القدرة. قاف ميم ميم، قدرة ومعرفة ومهارة. تعالينا نتفق إن الدراسة الجامعية هي هتغذي عنصر المعرفة. يعني الطالب ده هيبقى عارف الأداة دي اسمها إيه؟ ازاي بيعمل تحليل للتربه، ايه انواع التربه الموجوده، ايه انواع العمليات اللي موجوده، ايه انواع السجلات الموجوده، بشكل معرفي فقط. كما لو كنت انا وحضرتك بنقرا كتاب ازاي نقود طياره، ازاي نسوق طياره. انا كنت قاعد في الفقره اللي فاتت بنتكلم على التاكسي الطائر بتاع دبي. صحيح. فانت قلت طب في الاخرها برضه في مجموعه زراير وانا يعني هشتغل بيها ازاي؟ الموضوع معقد يعني. احنا عندنا معرفه ازاي التاكسي ده هيطير، لما ما عندناش القدره ان احنا نركب التاكسي ونطير. فنتعلم نتفق ان التعليم الجامعي هيخرج ناس عندها المعرفه الى حد ما. ان ما كانش عندهم هذه المعرفه، اوعى تنسوا في لحظه من اللحظات ان احنا عندنا مشروع بنك المعرفه اللي اطلقه السيد الرئيس فيه من سنتين بالظبط. بنك المعرفه ده يقول لك هو حتى الانسان اللي ما كانش عنده الوقت والقدره انه يعني يثقف نفسه معرفيا يقدر يلجا الى بنك المعرفه. الحقيقه بمناسبه بنك المعرفه انه مش بس للمرحله الجامعيه، لا ده في خطه تطوير التعليم زي ما اعلن وزير التربيه والتعليم مؤخرا في المؤتمر الصحفي انه هيتم الاعتماد عليه بشكل كبير في مرحله المدارس الثانويه العامه، انه يكون يعني ربط الطالب بالعمل الابحاث مش بس المقرر الدراسي. اذا انا بضمن فيه ثلاث حاجات، رقم واحد المصداقيه، رقم اثنين الشفافيه، رقم ثلاثه التحديث، يعني كل المعلومات الموجوده معلومات محدثه يعني. طيب ده حرف القاف بتاعت سوري حرف الميم بتاعت المعرفه. طب الشاب بقى عنده ايه؟ عنده المهاره، ابدا اخد بقى المهاره. التدريب قد يكون تدريب انه يثقل مهاره الشاب، يعني خريج مثلا طب انا محتاج يدخل عمليات، فانا محتاج ان انا اوفر له طرق تدريب معينه على اجهزه على سيموليشن بطريقه ما يوفر ده، يعني يعرف مثلا متطلبات سوق العمل شكلها ايه، محتاج واحد يعمل دفتر استاذ، محتاج واحد يعمل حاجه على الكمبيوتر، واحد يعمل جرافيك ديزاين وهكذا. طب ممكن يعمل لي بقى حاجة تالتة التدريب في المهارة؟ نعم، يعمل لي حاجة اسمها التدريب التحويلي. طب أنا يا فندم كنت مستخسر المجموع، بس بيني وبينك كده أنا بتاع جرافيك وعايز أعمل إعلانات و و و وصحيح أنا معايا شهادة يعني دكتور بشري أو مهندس و و، بس أنا حابب الموضوع ده. ممكن التدريب يساعدك في حاجة زي كده. وخلي بالك أنت كل، وده يعني رأي للشباب، كل ما قعدت اكتشاف نفسك مرة تانية منذ البداية، منذ يعني ابتدائي وإعدادي، كل ما وفرت عليك الكم الكبير ده من الهم انك انت تجد صحيح مكان في سوق العمل. صحيح، ده اللي احنا بنطالب بيه في تطوير التعليم دلوقتي، انه الطالب يكون على ما يوصل لمرحله الثانويه العامه يكون عارف هو عاوز يكون ايه بالظبط. وبينه وبينك برضه استاذ علاء انا عايز اهمس في ودن الام المصريه والاب المصري. يعني انتوا اكبر ناس عندكم كشافين في البيت، يعني يقدروا يشوفوا الولد والبنت ده عندهم مهاره شكلها ايه. وارجوكم بلاش حته الستيريوتايبنج او الشكل العام كده، كلمه الكليات القمه وانت تاخد معاك الشهاده تبقى دكتور ومهندس. لا لا لا، احنا عايزين نقول مين ينفع، المجتمع المصري ينفع بايه. النهارده مشروع قومي زي مشروع قناه السويس اتبنى على يد سواعد مصريه عندها القدره انها تبين للعالم
انه خلال فتره زمنيه قليله السواعد المصريه كلها خدت تدريب صح وراقي وطلعت مشروع بالمنظر ده. فالاب والام المصريين لما تلاقي ابنك معلش بيشخبط على الحيط شويه ارجوكي يعني احنا غيرنا لكم انواع الدهانات والله بقى الدهانات بتتمسح بالميه وكل حاجه ما تنهريش الولد تروش ده غلط ما تتحليش الولد تقول والله مثلا روح زي اختك اقرا كتاب لا قد تكون ابداع اخته في القراءه وقد يكون ابداع الولد في الرسم هاتي له ورقه وهاتي له قلم هاتي له مجموعه الوان ووجهيه الى مراكز متخصصه عشان كده اتفاقيه يعني كانت بتناشد المجتمع المدني في كتير جدا من المراكز بتعمل مراكز ابداعيه للرسم وللشعر وما شابه ذلك خليه يروح في فتره الويكند بتاعته ينمي المهاره لكن الحقيقه يعني دكتور اسامه يعني اسف على المقاطعه ولكن مش كل المواهب بتكون ظاهره لاولياء الامور بنحتاج برضو من وزاره التربيه والتعليم انها توفر ده في المدارس التعرف على موهبه او ميزه كل طفل عن الاخر ممكن يتميز فيها اكيد ودي عايزه بقى مدرس يعني تم اعداده بشكل صح ومعلش انا يعني هكون يعني بعتذر مسبقا على الكلمه اللي هقولها في حاليا عايزه مدرس لا ينظر الى الناحيه الماديه من التعليم ولكن ينظر الى الناحيه الاخلاقيه والمهنيه والفنيه في التعليم احنا النهارده محتاجين كتير جدا من المدرسين معلش لا ينظروا الى جيوب اولياء الامور ينظروا الى عقول الاولاد اللي هم مسؤول عن التربيه بتاعته انا بعتذر مسبقا عن هذه الكلمه ولكن يعني الصوره العامه لل يعني هي ظاهره بالفعل الدروس الخصوصيه ويمكن احنا شايف ان في خطوات ايجابيه خدها الوزير في تقنين موضوع هذه الدروس نرجع لموضوع المجتمع المدني انا عن تجربه شخصيه موجود فيها بنتي الصغيره هديل حاليا في التعليم الاعدادي بريب 3 احنا من يمكن 6 ابتدائي او 5 ابتدائي او يمكن 4 ابتدائي اكتشفت انها بتحب ترسم جبنا لها رسم وادوات وما شابه ذلك الى ان الموهبه عندها بدات تكتمل تظهر اكثر فكان لازم نوجهها الى المجتمع المدني احدى المعاهد الخاصه النهارده بسم الله ما شاء الله بتقدر ترسم لوحه زيتيه يعني مختلفه بشكل كبير جدا بشكل جمالي جدا ويمكن قريب انا وعدتها باحدى الجوائز ان انا هتفق مع بعض الناس نعمل لها حتى معرض صغير نطلع فيها الانتاج انت مش متخيله من جوه شكلها ايه انا بعمل في قطاع التدريب والتعليم والدتها بتعمل في قطاع الطبي طب الاطفال بتيجي تساليها النهارده لما تخش ثانويه عامه تحب تطلعي ايه بدون مبالغه انا عايز ادخل فنون تطبيقيه فنون جميله عايز اخد الشهاده دي وابدا اطلعها للمجتمع الناس ميولها وموهبتها دي اللي احنا محتاجين بقى البيت المصري يزرعه ليه لان احنا عايزين المجتمع المصري الفتره الجايه يبنى على التكامل ولا يبنى على التفاضل ما يقولش والله قطبي الكرة ما يقولش والله أنا عندي كليات القمة والباقي غلط لا عايزين نعمل نوع من التكامل بين فئات المجتمع بالكامل ده محتاج الحقيقة تغيير ثقافة بالكامل يا دكتور أسامة أكيد يعني. وتغيير الثقافة وتغيير المفهوم بياخد وقت يعني الناس ما تستعجلش شوي في علم الإدارة وعلم القيادة أنت بتحتاج ما بين 40 إلى 60 سنة عشان تغيري مفهوم مجتمع من فكر إلى فكر آخر ما تبقاش الموضوع ما بين يعني ليلة وضحاها أو بضغطة زر زي ما يقولوا يعني ممكن عايز أسوق لحضرتك فكرة صغيرة يمكن يعني جيلي أنا في الثمانينات والسبعينات كان فكر المدرسة الخاصة عنده فكر إلى حد ما غلط يعني الولد يخش مدرسة خاصة أو تعليم خاص ده معناه ان هو فشل في التعليم صحيح. وما قدرش يخش خدنا بقى فتره زمنيه كبيره ان النهارده نقول لا والله التعليم الخاص هو افضل تعليم ولازم ابني يدخل اختلفت النظره تماما بس خدنا فتره زمنيه قد ايه كبيره وبالتالي ما تستعجلوش على هذا المفهوم ان احنا نخلي ولادنا يقتنعوا ان سوق العمل تكاملي وليس سوق تفاضلي دي حاجه الحاجه الثانيه انا عايز اهمس في ودن القوى العامله وزاره القوى العامله في الوزيرة أنا عايز أقول لهم بس حاجة واحدة قد يكون التدريب ليس هو الحل قد يكون التدريب ليس هو الحل ولكن قد يكون التدوير هو الحل إيه المقصود بالتدوير؟ يعني إيه مثلا يعني أنا بدرب محاسب فالراجل يقول لا والله مش عايز ابقى محاسب يعني مره اثنين ثلاثه واديله برامج والاتجاهات الحديثه في المحاسبه واربع 15 طب يا سيدي انا مش عايز محاسبه طب لو خدته وديته مثلا الى برنامج الى اتش ار مثلا او هيومن ريسورسز مثلا ومسكته الملفات ومسكته الحاجات اللي جوه الاتش ار صدقيني هيبدع في الحته دي فقد يكون ان انا ادور الموظف يعني اخده من مكان الى مكان اخر ممكن يبدع فيها وممكن يطلع لي فيها نتائج ايجابيه اكثر بكثير جدا يمكن فكره التدريب التحويلي دي ارتبطت في الفتره الاخيره بقانون الخدمه المدنيه اللي اتجهت بيه الدوله ليعني تطوير الجهاز الاداري او تقليل كثافته ويمكن لقت عند البعض تحفظ وخوف ازاي هيتم تغيير المهنه اللي هو اتعود عليها بصي خديها قاعده في الحياه اي فكر جديد هيجي هيقابل بحاجتين مؤيدين لهذا الفكر جدا هيدعموه يجب ان احنا نسلط عليهم الضوء
وبعض الناس أصحاب المصالح، مش عايز أسميها مصالح شخصية ولكن مصالح وظيفية، شايفين إن الفكر الجديد ده هيقضي شوية على مكتسبات مادية ووظيفية موجودة عندهم. ما تنسوش في لحظة من اللحظات لما دخلنا الكمبيوتر في العمل الإداري، كان كتير جدا من الناس يقول لك لا ده كده معناها ان الاداره اللي فيها 10 هيخلوا فيها 2 بس، على العنصر البشري يعني. ما خدوش بالهم ان الكمبيوتر جاي عشان يسرع العمل بتاعهم. فخدوا قاعده، هناك ما يسمى لمقاومه التغيير الاداري، دي احنا حتى كخبراء في الاداره والقياده بنعمل لها حسبان يعني. الناس دول يجب ان كنتوا تبصوا لهم بعين الاعتبار وخدوهم بشكل ايجابي. الناس اللي هتعمل لك ريزيستنس دول هم هيحطوا لك المحاذير شويه، ان العمل الاداري بتاعكم ده ممكن يتطور ازاي، يعني خدوها بعين الاعتبار. رقم 2، كل ما كان عندك الاصرار انك انت تمشي خطوات ايجابيه للمستقبل هتنجح. وعشان كده انا عجباني قوي كلمه المشروع القومي وليس المشروع الوزاري او خاص بالوزاره. المشروع القومي يعني هينفذ على مستوى البلد بالكامل. صحيح، هو بالفعل هيبتدي في 5 مراكز في 5 محافظات وهيتم بعد كده تعميم التجربه على مستوى الجمهوريه بالكامل. انا بس عايز حاجه برضو بهمس فيها مره تانية للقائمين على هذا المشروع. التدريب نعم ظاهرة ومجموعة من العمليات القوية جدا، ولكن نحن ننتظر توظيف نتائج التدريب. في حاجة مهمة جدا، حروف احفظوها لايقا ليك واسمها ROI، Return on Investment، العائد من الاستثمار. النهاردة ضخيت أموال، ضخيت وقت، ضخيت مدربين، عملت مجموعة كتير جدا من الناس جبتهم مدربين. طيب هذا الاستثمار اللي حصل في الوقت والجهد والمال نتيجته أخبارها إيه؟ أنا بقول لك الكلام ده لأن أنا في قطاع التدريب بقالي حوالي 23 سنة تمكنت من تدريب ما يقرب من 80,000 متدرب حول العالم. لما كنت بروح لكل دول العالم بعمل فيها تدريب كنت بحرص كل مرة أن أنا أزور المكان اللي دربته من شهر والتقي مع مسؤول التدريب أقول له ها اللي احنا دربنا عندكم دول أخبارهم إيه؟ إيه النتائج اللي أنتوا عملتوها؟ وما شابه ذلك. تمام. طيب يعني دكتور أسامة، وحضرتك خبير في مجال التطوير والتدريب زي ما حضرتك ذكرت وليك خبرة يعني دولية في هذا المجال، إيه اللي بينقصنا في مصر للاستفادة من يعني فكرة التدريب والتطوير علشان نحقق منها أقصى استفادة؟ رقم 1، أن نقتنع أن التدريب ليس رفاهية، والتدريب ليس تزويغ من العمل، والتدريب ليس والله فرصة أن أنا يعني أخرج شوية من جو العمل. أنا يعني كتير جدا دربت داخل مصر وكنت بعاني من هذا الموضوع. الدورة التدريبية تبدأ من الساعة 8 لغاية الساعة 2 مثلا، فتلاقي الناس تيجي لك الساعة 10، ليه؟ ما هو يوم بقى تدريبي واحنا جايين براحتنا والحاجات دي كلها. يعني الحقيقة كان ملاحظ انه معظم الدورات التدريبية دي بتكون يعني روتينية ونمطية، مش بالزبط. يعني مش بتدي نتيجة حقيقية. انت جبت الحاجة التانية، هي احنا نخرج بقى شوية عن النمطية يعني اللي هو ايه الاتجاهات الحديثة في يا جماعة يعني احنا محتاجين ايه في التطوير والتدريب؟ محتاجين ايه من اساليب التكنولوجيا؟ نعمل دراسة احتياجات تدريبية، السوق محتاج ايه؟ مسبيرو محتاج ايه؟ البنك محتاج ايه؟ الوزارة محتاجة ايه؟ ما استوردش او عفوا ما عملش نسخ او ما عملش كوبي او ما صورش مجموعة برامج تدريبية شكلها كويس وزارة تانية عملتها وراح مدخلها. يا سيدتي الفاضلة احدى الوزارات قالت لي احنا عايزين نعمل مجموعة برامج انت عملتها في وزارة تانية. قلت لهم طيب دي وزارة فنية ودي وزارة إدارية، ازاي نبدأ نعمل لكم حاجة زي كده؟ خلوني ندرس عندكم الاحتياجات شكلها ايه. لا 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 الله يخليك، ولا ندرس ولا اي حاجه، احنا عايزين ندينا ميزانيه عايزين نخلص منها ونقول احنا دربنا الناس بالشكل الفلاني. رقم 3، ارجوكم لما يحصل تدريب جيد وفي تدريب جيد داخل مصر، لما الفكر يرجع مره تانية بقى داخل الاداره ما يلاقيش بقى مدير متسلط ومسؤول متسلط يقول له ها اتبسطت في الدوره، يقول له جدا بس احنا خدنا كذا كذا وعايزين نغير وعايزين نعمل، فالتاني يقول له واضح انك تبدا تفكر، واضح انك انت هتبدا بقى تشغل مخك. يعني بنرجع تاني للنقطه اللي بنأكد عليها في حتى المشروعات والاستثمارات وما الى ذلك، وهي البيروقراطيه والروتين ايضا في التدريب والتطوير، محتاجين ان احنا نقضي عليها. في النهايه بنشكر حضرتك جدا دكتور اسامه قناوي، خبير التدريب واستشاري التطوير المؤسسي، شكرا جدا لوجودك معانا. انا بشكر حضرتك جدا جدا، مشروع ناجح ان شاء الله. وخلي بالكم طالما في 65% من تعدادكم من الشباب احنا بخير جدا 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 الفترة الجاية، والأمل أكيد في الشباب إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا لسه مستمرين معاكم في هذا الصباح، ولكن بعد موجز الأنباء مع شروق حمدي.